أكد ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة خلال إشرافه رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري على افتتاح يوم دراسي حول الطائرات المسيرة. أكد بأن الجزائر لديها إمكانيات كبيرة في مجال تصنيع الطائرات المسيرة، وأن التنظيم الجزائري فيما يخص هذه الطائرات المسيرة قد شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا. التغطية لكمال كريكرو. الجزائر لديها إمكانات كبيرة في هذا المجال. العديد من شباب من الباحثين من أصحاب شركات ناشئة اليوم أنجزوا دي بروتوتيب، معناتها نماذج أولية لطائرات مسيرة. بعض منها يعمل في المجال الهاردوير والبعض الآخر في السوفتوير. كل هذه الطاقات وهذه المواهب هدفنا اليوم هو أن نجمعها حول يوم دراسي لكي نكتشف أكثر هذه المهارات. التنظيم الجزائري فيما يخص والتشريع الجزائري فيما يخص الطائرات المسيرة شهد في السنوات الماضية تطور كبير جدا. كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن قطاع التعليم العالي يسعى خلال الأسابيع المقبلة في إعداد دفتر شروط لإنشاء مدرسة عليا للأنظمة المستقلة ومن بين فروعها الطائرات المسيرة. قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يسعى في الأسابيع المقبلة إن شاء الله من إعداد دفتر شروط لإنشاء مدرسة عليا للأنظمة المستقلة، ومن بين فروع الأنظمة المستقلة الدرونات. لاحظنا وسجلنا مع بعض النتائج الباهرة، الابتكارات التي قام بها الطلبة والباحثين في مجال الطائرات المسيرة سواء في الهارد أو في السوفت، والنتائج التي يمكن لهذه الأنظمة أن تأتي بها في مجال الفلاحة، الغابات، الاكتشافات.